يا ويلك في جاء الله يسعدك. طيب الان نبغى نعلن احنا سفراء الوقف يسلمون الطاره يسلمون من الشباب. فسفراء الوقف هذا المرحله مين يا محمد؟ الاول نواف العتيبي. استاهل 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 نواف. ثاني نواف اليوم الصبح جاء نايم سياره الحين سياره هو اليوم الصبح بعد سبحان الله البس هذه ورا. الثاني ضاحي الشمري. الله استاهل وانسدني عشان تسلم الرجال الله يسلمك. اولا نقول بيض الله وجهكم وما قصرتوا واكيد بصمتكم موجوده ان لم تظهر عند رب العالمين يعلم المولى عز وجل يعلم ماذا كان من مردود على الشاشه وعند الجمهور وما كان من مردود مالي في هذا الوقف. الله يعلم كم وصل بسببكم لن يترككم اعمالكم بشرب الخير. بيض الله وجهكم تفضل الله يوفقك حياكم ربي. سفراء انا ثاني وين رايح؟ يلا كيف حالك؟ اولا نهنيكم وعلى قولهم تشريف وتكليف. اكيد انكم مخططين خطط مستقبل سابقة. ما هو عادي ان شاء الله شيء مختلف. انا ما ودي اتكلم. انا قلتها. لكن باذن الله باذن الله راح تشوف شيء. هذا انت على فكره اللي يجي في الاخير يبدع. ان شاء الله. ليه؟ احنا اخر ناس. ما ادري اقصد اللي يجي انت قد سبقوك ناس لسه باقي. لكن اقصد الان قدامك خبرات قد مرت قدامك تجارب خوياك تخرج منها بتجربه كذا اكثر نضجا وتطرح تطرحون افكار اكثر تميزا فيما يصب في مصف هذا الوقف اللي حنا كلنا حلمنا انه يكتمل ان شاء الله. طيب باذن الله. عندك كلمه؟ الكلمه والله الله يبيض وجه اللي حطها الامانه بيديني عسى الله يقدرنا على رد الجميل عسى الله ان شاء الله يتمم هالوقف على خير. امين امين امين. كلمتك ابي. الله يجعلنا ان شاء الله عند حسن اللباس وانه يعني ان شاء الله كلفتونا في شيء احنا قده ان شاء الله. ان شاء الله انكم كفو. ان شاء الله انكم تقومون بشيء طيب بيض الوجه باذن الله باذن الله. الله يقويكم. تفضلوا. حياك الله. الله يسعدكم ويبارك فيكم. الله يقوينا وياكم يرزقنا وياكم القبول والاعانه. نرجع نكمل موضوعنا.